بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا لا سمر إدميلة شوكتان بإله سبحانه وتعالى ذكوان ما يلو عدي لمن ربك الله كقاضو عدي دان لأله وفيه انت بهن الله ديقو انت بكت الله بكسيو انت لمتى الله ونحريستو واردين تان الله ونحريستو إننا على الله إنه خدمنا حريستو دل كينين إله سبحانه وتعالى إنه حفظيه هنا بدباديو مركز كواد محنوهم بليين يا أمد الصومالية وكبقد بتي رنتي عقبات أدق وهدا أيضا ما تي دورشدي كرسيغا كواد أما قدوميها بارلمانكا أقل كهوسي هذا اللي قال يو لقونا جودة شرو دورشة قف كي لباد يقف كي صدح حد وحن مركا لباد وحن بليني يا نينك كوجو ليستي حلكا الشيخ آذن محمد نور الشيخ آذن مدوبي هذا كورنا كسر نقضي قدومية كسر نقضي أقل كهوسية الصومالية وحن أرجيني يا إلهي سبحانه وتعالى إنه حلكا كو أسترو إنه طريقة سهلة كتوسيو إنه أجوهي ليو قربنا وقدقوا روح القدس بان إلهي كرتينيا سبحانه وتعالى وحان إلهي كبريا إن هدي وحكا خلدمين بريقي هوري أي سان خلطكي أوسان كسي سعون أو إسكا السحو وحي أول كخلدمين هدي وحكا بأسومين أما قبية كآهاين وحدا قبطو إن أو إلهي كان إسكاسي وحان رتينيا إن سياسته دينتي يلا صودا في إن بوشينكا يستبا قبسيقا iyo maalo walba dawlad iyo baarlamaan tafta isaysta iyo xukuumad iyo baarlamaan speaker la riday isridaya oo isayrsanaya inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala in ka nabad geliyo oo aan u maleeyay in hadda Soomaalida wax ka baratay maadaama uu siyaasi hore yahay mudana ku jiray ana waxba kama aqaani shakhsiyan waxa wanaag ahayn de ku filmaayo qof aadan aqoon xusnul dhanni bil muslimiina waa waajib dadka muslimiinta inuu wanaag su ظنيا واجب واحد جيني يا إن وبيج عصب إن إيو مقرن ساد إن قاب عصب ولا تشان قادي كر عالم كا إنه برلمان كوه جاميو إن دولة ولا شقيو كعاويو دولة إيمان دونته إنه كعاويو إن سيدي ذلك هرمر لو جرسين لها إسلام مركز نو كرجوك تيو كإلاليو مصق يبربر يخيامه يو إني دل دلالك أجنبية دلالك قعنت اللوغلي إنه كإلاليو بأن إلهي كبر يا سبحانه وتعالى ونرجيني كلانا دردار ميا تاس واتاس قولا دي دولة ده هده جوكتي وان أنوغو تاقير سنهاي مدحويني هيدا إن بدن ده كل إني كي ودتي مقو ليسن ووالاقات كادي لكن معنى هيدو ماها إني شكيدة هلقا كودة ماهتي مادة ماهن أقل هده هو سيوحا كسو أدلبا عد أو كلا لقط ترتميا وأركي دونا يجنا عد قادتا قل هذه دولة دوادتو يو قليها كسر جيدا إن رنتي أن أثقل بيا هيد لبدي أضيع وماشى كهادلي أو سي ببلجة إن كان بين وجد حسمية ماشى أري ما هسوا كلام مو وانا كسنة ما نفعنا شرفنا ما هين إن وانا دي كرتاينا يسامي سي لكن وحن سلها حلي بعنا ذو وادد أركتله ويو قرشاله ويو واحي ربان ايو واحي سن ربين كليقان وقف با نبعهي ايادنا الى نبعو ان يلين لكن الهي با وحب حيا حلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء اله اذا حلك بحيا حلكنا كقادة ضدك كده بالي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا الهي با حلك اقرتي اذن مدوبي وانا مقرانيسا ربي وحب حيو عدي كما قادي كرتو وقو ليستي فير اند سكوير وقو ليستي دورشو حرقة وحلالة وقو ليستي وانوغو هم بليين اينا دورشو دي مدحوينو وا ايمان دون تايو وحبا اينا كحيقا دور اسبوع تن ايا تاسي اسماله وكاد دوينيهين فيلم مايو اونا ملايين مايو مانا رجينيو ان اي دعي دون تو إن دولة ده هدى جوكتا مدحوينة هدى جوكتا مدحوينة فرماجو إن سيدا سوكرا لوغو قوليست أمال الماي مفل إيو مانا رجين إيو بل سي وغيب إيو فيوچر إيو حالو جيدين كل أمدو
waxay dareentay isbeddel intii uu joogay wax badan baa qabsoomay ilaa maanta mushaharka waa la qaataa hadday tahay xildhibaan hadday tahay shaqaalaha rayidka hadday tahay ciidamada nambarka ciidamaduna 10 jeer buu sii laabmayaa oo kor buu u socdaa dalku waa xoroobay horumar baa la gaaray wuxuu ka xoroobay gacmo shisheeye meesha lixaad marbay lahaan jirtay aadan madooba waa yaqaan xilligii uu isagu ka ahaa baarlamaanka guddoomiyaha waxaan u malaynayaa wax badan oo gacanta ugu jiray inaysan jirin oo uu maanta janis u helay waana yaqaan waa ogyahay wixii lasoo maray baarlamaan ajnabigu ay bixiyaan xubnihiisa ee aan dadkuba soo dooran 275 xildhibaan oo nin madaxweynaha wato madaxweynaha rabaa in laga dhigo ku darso oo markaa kula tarta waa soo marnay waxaan soo marnay dowlad jirta oo inta warqad loo keenay madaxweynaha la yiraahdo ama resign gareem oo ku dilaynaa waa dowladdii isaga ka dambeysay waa soo marnay waxaan soo marnay waxyaaba aad u tiro badan waxaan soo marnay gabre iyo cadaan madaxtooyada dhex fadhiya wuu ogyahay marka wixii laga yimi iyo meesha lasoo maray aadan madoobe shacabkuna waa ogyahay marka ninka la yiraahdo farmaajo wuxuu la yimid siyaasad ka duwan siyaasaddii ka horreysay hasal iyo wareer badan buu u maray waxay keentay colaad aad u tiro badan ilaa heer dadkii tartamayey odayaasha ahaa intay istaagaan ay yidhahdaan waa necebnahay ninkaase codka ha siinine meel kale la aada halkaasay maraysaa laysu bahaysto laakiin nin ilaah leh looma dardaarwariyo xukunkaasuna waa soo socdaa ciduu ilaahay u qadaraana qaadanaysa rajo fiican baana ka qabnaa madaxweynuhu soo laabto 4 sano dambe marka haddii uu farmaajo soo noqdo aadan madooba waxaan kula talinaya wada shaqeeyaan kor joogtayn sixid iyo wada shaqeyn laakiin aan dabada laysqabsan iyo tafaha aan laysku dhegin oo aan lays jilaafayn maxaa yeelay jilaafada lays jilaafeeyo dalkii bay ku dhacaysaa iyaga ku dhici mayso shakhsiyaadka wax yeeli mayso waxa baaba'aya waa waddanka iyo dalka marka ummadda soomaaliya waxaan rajaynayaa insha allahu tacala inay guuleysato inta hartayna doorashada ay guuleystaan خير بدل ما يدير تشيني يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته